هل المجتمع مقسم إلى طبقات؟ هذا السؤال بتلاقي الجواب عليه بكازية الأوكتان. أي بكازية الأوكتان لا تستغرب. بتوصل على الكازية بتلاقي فيه 3 أرتال سيارات، كل رتل عليه دور لحاله. الرتل الأول هو لعامة الشعب، إلنا يعني، للي بيكون عم بيجمع حق تنكة هالبنزين من شهر أو بيكون متدينة دين، بيجي بصف على الدور وبيضل واقف له شي 5-6 ساعات لحتى يعبي ويمشي حاله. الرتل الثاني هو رتل التجار وأثرياء البلد، هدول بيوصلوا على الكازية بيلاقوا واحد واقف بيعطوه غمزة، بيفهموا على بعض، بس يا حذركم شو يعني هالغمزة؟ هاد 50,000 وفوت على هالرتل، بوقف له ساعة تقريبا أو أقل، بيعبي بنزيناته وبينطلق راجع على مكتبه وعلى تجارته يلي خلته توقف هالوقفة بهالدور المرموق، دور الأثرياء. أما الرتل الثالث، هذا يلي بيجي من بعيد، بتلاقوه جاي من بعيد بسيارته عم يزمر بالضابطة ويلطش بالضو، بيكون مفيم سيارته غطس لدرجة إنك ما بتشوف مين في جوا السيارة. بيروح بلف من ورا الكازية، دوبه يوقف بيطلع بطاقة سحرية بفرجيها اللي بيكون عم ينظم الدور، هاي البطاقة كفيلة تخليه يعبي بنزين بأقل من 5 دقائق. بيعبي وبينطلق من جديد وهو عم يزمر بالضابطة، عم يزمر احتفالاً بهالإنجاز اللي حققه إنه عبى بس ب5 دقائق. المشكلة إنه أنت بتوقف بتشوف هالشي على المكشوف، يعني ما في شي مخبى. طيب الناس عم تقول إنه هي عندها حل لهالموضوع، الناس عم تقول شو رأيكم إنه تعملوا كازيات أوكتان خاصة بالأثرياء والسيارات المفيمة وكازيات أوكتان خاصة فينا نحن باقي الشعب؟ على القليلة هيك ما منشوف هالمحسوبيات قدام عيوننا، نحن واقفين بالساعات تاركين أهلنا تاركين شغلنا وواقفين عم نشوف كيف فلان دفع وفاة قبلي وفلان طلع بطاقة وفاة قبلي. الناس عم تطالب إنه يلتقى حل لهالموضوع اللي صار مزعج. ليش تحسسونا إنه نحن طبقات؟ لا قلنا حل، لأنه عيب يلي عم يصير. والناس كمان عم تشتكي من الأشخاص يلي عم يستلموا الدور، عم يكونوا مسؤولين عن هذا الوضع. أحياناً تخيلوا إنه بيسبوا الناس وبيعيطوا عليهم. عفواً، أنت مين أعطاك الحق إنك تسب وتعيط على الناس؟ معقول صارت عباية البنزين عبارة عن تنكة ب 320,000 اللي هي قد راتبي وأكثر، وكمان فوق كل هاد بدي أجي على دور الكازية لحتى أتبهدل؟ لا والله، مو معقول أبداً.